هي عبارة دائما ينطق بها عشاق النهضة الرياضية البركانية في كل موسم. جني البرتقال دائما الفريق البرتقالي يحقق الأهم. اليوم في مباراة الرجاء وهنا على ملعب العربي الزاولي، ولأول مرة الفريق البرتقالي يلعب مع الرجاء على أرضية هذا الملعب البرتقالي، يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، هنا الإعادة البحراوي، كرة ممتازة وافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني. هنا الهدف الأول للكتيبة البرتقالية التي كانت تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، خصوصا مع انطلاق الموسم الجديد الذي كان يترقب فيه عشاق فريق النهضة الرياضية البركانية والنادي وكل مكونات الفريق من أجل انطلاقة صحيحة، من أجل انطلاقة قوية لهذا الموسم بعد التعاقدات مع الأسماء الوازنة مع فريق النهضة الرياضية البركانية. هدف أول مشاهدين الكرام جاء من أقدام البحراوي بعد الرجوع إلى تقنية الفار. الحكم رداد يحتسب الهدف الأول لفائدة الفريق النهضة الرياضية البركانية. مشاهدين الكرام، هنا الإعادة للقطة الهدف الأول كما تشاهدون مشاهدين الكرام. البحراوي وببراعة يتمكن من تسجيل الهدف الأول للبراكنة في هذه المباراة. هدف رائع مشاهدين الكرام، تمريرة المودن الذي قدم أداء ممتاز. كنا ناشدنا المدرب في مباريات السابقة بأن رسمية المودن أساسية في كل مباراة. وسط الميدان كان ممتاز في هذه المباراة. مباراة اليوم شفنا أداء الفريق تحسن كثيرا على مستوى وسط الميدان، لكن مع الشوط الثاني ظهرت النزعة الهجومية، ظهرت القتالية لأبناء بركان. هنا الهدف الثاني مشاهدين الكرام جاء في بعد تسجيل الهدف الأول بربع ساعة تقريبا، جاء الهدف الثاني لفائدة فريق النهضة الرياضية البركانية. مدرب الرجاء انصدم من أداء فريق النهضة الرياضية البركانية. موسونغو الذي سجل الهدف القاتل التعادل أمام الجيش الملكي، يعود مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني للبرتقالي بهذه الطريقة، وفي شباك الرجاء مشاهدين الكرام يمنح بها الهدف الثاني للنهضة الرياضية البركانية. فرحة ممتازة من اللاعبين، فرحة وقتالية من لاعبي فريق النهضة الرياضية البركانية مشاهدين الكرام. إذا فريق النهضة يسجل الهدف الثاني عن طريق شادراك موسونغو مشاهدين الكرام، ليعود الرجاء في الدقيقة 78 ويمنح الهدف الأول لفريق الرجاء. هنا الهدهودي وخطأ دفاعي، الهدهودي يتمكن من لمس الكرة لتدخل شباك حمزة.